عامله ايس كريم، عامله ايس كريم، شاريه الايس كريم جاهز، ما عنديش اي مشكله. عايزه كده حاجه في السريع، هتروحي جايبه علبه ايس كريم مع بواقي الكيك اللي عندك، وعملتي تورته ايس كريم ببلاش. طيب عندك انت الايس كريم وعاملاه زي ما احنا ما عملناه قبل كده بمكونين بس، هيطلع برضو معاكي زي الفل. اللي انت عندك استخدميه، واللي حابه تعمليه اعمليه، وكله واحد على حسب مقدرته. طيب انا دلوقتي محضره قالب انجلش كيك بتاع ده تشيز كيك، علشان بيكون بيتفتح معايا عشان يطلع لي شكل التورتايه اللي انا عايزاه. والمكونات بتاعتنا هتنزل معانا دلوقتي على الشاشه. ادي بوله علشان هحط فيها بواقي الكيك اللي كانت معانا امبارح وضربناها في الكبه، طلعت بالشكل ده. مقاديرنا على الشاشه بتقول ايه يا رغده؟ الطبقه الاولى من تورته الايس كريم معايا بواقي الكيك اللي احنا استخدمناه امبارح وفرمناه في الكبه بالشكل ده. هحط عليها ايه؟ هحط عليها معلقتين كده او ثلاثه شوكولاته قابله للدهن. طيب نونا، انا لو ما عنديش الشوكولاته ديت ليها بديل؟ اه طبعا يا ست الكل، ده ليها بدايل مش بديل واحد. طيب ايه البديل للشوكولاته القابله للدهن دي علشان تمسك لي الطبقه اللي في الارضيه؟ ممكن تحطي اي صوص شوكولاته من عندك، ممكن تدوبي شوكولاتايه على حمام بخار او على حمام ميه سخن وتبداي تقلبيها بيه، ممكن تحطي شويه مربى، اهم حاجه حاجه تحطيها تمسك المكونات كلها مع بعضها. بصي احنا هنبدا ايه كده، بصوا نقلب الشوكولاته مع الكيك علشان تبقى ماسكه مع بعضها. طبعا عندك في البيت اشتغلي بايديكي عادي خالص، مفيش انضف من ايدينا على معدتنا، بس اهم حاجه نغسلها كل شويه. ادي الطبقه الاولى اهي، هنخلط الكيك مع الشوكولاته علشان لما يتحط في الارضيه يبقى ماسك نفسه. طيب الطبقه الثانيه عباره عن ايه يا رغده؟ عباره عن ايس كريم ايا كان النوع اللي حضرتك عايزاه، جايباه جاهز عاملاه في البيت، ما عنديش اي مشكله بالشكل ده كده. بص انا حطيت اهو الكيك مع الشوكولاته، لو عندنا حبه جناش اللي هو الاقتصادي اللي احنا بنعمله ما عنديش اي مشكله، ممكن احط منه حبه. الطبقه الثالثه بقى انت ممكن تعمليها طبقتين بس. طب انا حابه يا نونا مثلا اعملها بقى كده واخدها مع حد من اصحابي، راح عند حماتي وعايزه اوريها شطاره مرات ابنها مثلا، اعمل الطبقه الثالثه دي ايه؟ عندك برضو كذا اختيار، لو عايزه تعمليها جناش شوكولاته من اللي احنا بنعمله ماشي، عايزه تعملي اي صوص انت عاملاه، صوص كراميل صوص فراوله ماشي، عندك مثلا ازازه كده كانت قديمه وفيها صوص ايا كان نوعه ايه وكنت ناسياها ومش عارفه تستخدميه في ايه، ممكن نستخدمها عادي جدا. بصوا كده ادي حطينا الكيك كله بالشكل ده، وممكن كمان تقسمي الكيك ده على صينيتين وتضغطيه قوي كده. بصي تضغطي بالشكل ده كده علشان كله يبقى سوا واحد، لما تيجي تطلعي التورتايه تبقى كلها سوا واحد. بصوا كده اول طبقه تمام وزي الفل. عندي بقى بصوا ده ميكس من الايس كريم الفراوله والفانيليا، وده ميكس من الايس كريم الشوكولاته والفانيليا. هعمل ايه؟ انا عايزه بقى مثلا ولادي جزء بياكل شوكولاته والتاني بياكل فراوله، ومش عايزه اعمل تورتايتين، انا عايزه اعمل تورتايه واحده، فانا هقسمهم. يعني ايه هقسمهم؟ يعني هعمل جزء ميكس، يعني هعمل جزء كده هقسمها كده فراوله وشوكولاته والناحيه الثانيه فراوله وفانيليا والناحيه الثانيه شوكولاته. يا اما بصوا كده هروح عامله كده. طبعا الاختيارات دي كلها بتبقى ليكوا انتوا حسب اللي موجود وحسب اللي هتشتغلوا بيه. بالشكل ده كده بتبداوا انتوا تسيحوا الايس كريم بالشكل ده علشان يدينا الشكل اللي احنا عايزينه وتبقى طبقه على بعضها. بص اللي هو متجمد شويه ده كده، بنعمل كده علشان يفرد معانا. حطينا طبقه الفراوله مع الفانيليا ورحنا حاطين على الوش كمان مكملين بالشوكولاته والفانيليا. اللي انتوا عايزينه بقى، اللي انتوا عايزينه، مسحوا كده كلها مع بعضها عشان كلها مثلا تبقى طبقتين. كده احنا عملنا ايه؟ عملنا كيك وعملنا فراوله، ورجعنا بعد كده حطينا على الوش طبقه من الشوكولاته. كده لما تيجي تفتحي التورتايه بتاعتك اللي هي تورته الايس كريم هتلاقي ثلاث طبقات، ثلاث طبقات ايس كريم شوكولاته وايس كريم فانيليا والفراوله، ومعاهم كمان الكيك من تحت. بنبدا ان احنا نوزع كده، هيبدا ان هو يسيح معانا ويبدا يديكي الشكل اللي انت عايزاه. بصوا بقى طبعا انا مش هحطها بالشكل ده، ده كده ما يتاكلش اصلا، انا لو اتقدم لي حاجه بالمنظر دوت مش هاكلها. طيب اساوي الوش ازاي يا نونا من غير ما يبقى ملزق كده؟ كل اللي انا محتاجاه نفس البوله اللي انا عامله فيها الايس كريم، هروح جايبه فيها كده حبه ميه عاديه خالص من الحنفيه،
ليه؟ علشان اساوي الوش. اهي ادي البوله اهي كده بالشكل ده، واعمل كده. بصوا انا بساوي الوش ازاي، بيبقى معايا ناعم. عايز ايه دي؟ بصوا بساوي الوش ازاي علشان يبقى ناعم، ما يبقاش ايه حته طالعه وحته نازله. واصلا كل ده هيتحط عليه الصوص بعد ما تجمد، عشان كده انا حبيت ان هي تتعمل اول حاجه معايا علشان تجمد تاني في الفريزر، علشان على اخر الحلقه اطلعها وتشوفوا شكلها لما افتح القالب للتشيز كيك ونبدا ان احنا نحط عليه الصوص بتاعه. بصوا كده بنساوي بالشكل ده علشان كلها تبقى شكل واحد، والاطراف هنساويها. حته الايس كريم النهارده عملناها ببواقي الكيك، ما عندكيش اي حجه ان انت تعملي صنف حلو وببلاش. جبنا علبه ايس كريم جاهزه، مش عايزه تجيبي علبه ايس كريم جاهزه وتكلفي نفسك، اعملي الايس كريم اللي احنا عملناه مع بعض بمكونين بس وحطيه عندك في الفريزر. ترجعي بعد كده تطلعيه، عملتي كيك روحي واخده البواقي بتاعتها، لو عملتيها تورتايه وفي بواقي منها تروحي واخداها فرماها في الكبه وحاطه معاها كده شويه صوص شوكولاته او سيحه شوكولاتايه او مثلا حبه مربى، اعجنيهم ببعض واعمليهم اول طبقه معانا. طلعي الايس كريم اللي انت عاملاه او اللي انت هتجيبيه جاهز ايا كان المتوفر عندك والاسهل ليكي والاحسن ليكي، وابداي حطي كده. انا النهارده استخدمت فانيليا وشوكولاته واستخدمت فانيليا وفراوله. استغلتهم ازاي؟ ان انا عملت طبقتين، يعني دي ان شاء الله لما نطلعها من الفريزر هنيجي نفتحها نلاقي طبقه كيك عليها طبقه ايس كريم فانيليا وفراوله، وعليها على الوش اللي هي الشوكولاته مع الفانيليا. بعد ما تجمد خالص ونطلعها من الفريزر محضره لها صوص بقى فراوله، صوص شوكولاته، صوص كراميل، ايا كان اللي موجود عندك. تتفتح كده تتحط على صينيه التقديم او ستاند التقديم، تنزلي بقى عليها بالصوص كده ويا روحي عليها في الجو اللي احنا فيه. ادي الستاند اللي هنفتح عليه وان شاء الله باذن الله. يعني هي جمدت بس مش الجمدان اللي انا محتاجاه. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب كده سكينه بلتها بالميه وارجع اعمل كده. ارجع واقول انا كنت عايزاها تمسك اكتر من كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين طبقه الكيك وطبقه الايس كريم؟ بص كده يا احمد، طبقه الكيك مع طبقه الايس كريم. بص المنظر، شايفين؟ تيجوا بقى دلوقتي نروح عاملين كده، بالشكل ده عملنا تورتة ايس كريم في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة. انا بصراحه ما بحبش تورته الايس كريم اللي بنشتريها من بره وتبقى كلها ايس كريم، بحب اللي هي بيبقى داخلها كيك زي اللي احنا عاملينها النهارده دي. فاديكم دلوقتي عرفتوا هي بتتعمل ازاي ببواقي الكيك، وهتطلع معاكم في منتهى الجميل. بس انا مش محتاجه ان انا احط في النص. بس كده كده حلو قوي. نقربها بقى من قدام. هتسيح. فود، ما هو مفيش احنا اقوى قناه طبخه في مصر، فاحنا مجرد ما نكتب فود فاحنا هنتعرف ان بي نسيت.